شوفوا 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 برقتنا هنا، طاعت كلها هنا في وسط الصحراء. الإنسان خلاص، ليش عاده بيتغرب؟ ليش عاده بيتغرب وبيتعب وبالأخير مصيره يا أما طلقة رصاص ويموت وسط الصحراء، يا أما يروح ولا تعب ولا هم ولا. والله هذه بلادنا، هذه بلادنا. إذا في دولة تقوم بالواجب تحمينا، ورحنا من هنا من وسط الصحراء هذه الذي لا معانا إلا الله، ما معنا إلا الله، ما معنا إلا الله في هذه الصحراء. نناشد كل المغتربين، كل المغتربين اللي بيمشون على الخط، إنهم يرفعون احتجاج رسمي حتى توصل رئيس الجمهورية، توصل لأكبر كبير بسبب الحالة اللي بنعيشها. سنتين مغترب داخل السعودية، عندي 5 أولاد وزوجة وأم وأب منتظريني، أبغى أروح أفرحهم بالسنتين هذه. كل شغاي موجود معي بجيبي بالسنتين هذه، هذه النتيجة. لا فلوس ولا كرامة وذل ولا خلونا شيء، كل شيء أخذوا، كل شيء فتشوا قطع قطع الملابس، قطعوها قطع منشان يدوروا إذا في فلوس داخلها. قد أخذوا الفلوس كلها، أكثر من 50,000 سعودي أنا وزميلي، جوالاتنا، بلاي ستيشن الأولاد، لابتوب العمل، كل شيء أخذوا. يا شباب هذه هي يا ناس، لكم الحكم، احكموا بعد هذا المقطع اللي بتشوفونه، احكموا على اليمن، على حرس الدروب اللي باليمن، على الأمان اللي فيها.